السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام. اليوم عندنا منتج مميز ومهم جدا بصيانة الموبايل، خصوصا الأجهزة اللي تتكون من طبقتين. هذا المنتج هو عبارة عن كاوية وبري هيتر. هذا المنتج هو خاص بأنوار أبل موجود. هذا المنتج يتميز بري هيتر مميز جدا. البري هيتر مثل ما تلاحظون هو يفتر ب 360 درجة، تمام؟ بالإضافة إلى جودة المنتج، جودة المنتج نفسه، يعني عندك هنا فان للباور سبلاي يستخدم تبريد القطعة نفسها، وعندنا كاوية سي 210. إذا لاحظ درجة الانصهار ودرجة عملها جدا ممتازة. قرب لي على الصدر مثل ما تلاحظ، أوكي. وعندنا البري هيتر، طبعا هذا البري هيتر اللي يتميز به انه درجة الحرارة لما ترتفع بالبري هيتر ترتفع بشكل تدريجي وبطيء نوعا ما، يعني مو بشكل سريع مثل بعض البري هيتر البري هيترات الموجودة عندنا بالسوق الاير بير وغيره. عندنا هنا تجربة، اذا لاحظ قرب لهنا على بورد ايفون 11 العادي، تمام. راح نجرب نرفع هذه الطبقة. اللي يميز هذا البري هيتر شباب انه دوار 360 درجة، يعني ما يحددك بزاوية معينة اثناء العمل. بالاضافة الى وجود تبات اثنين خاصات بالكاوية الابرية، بالنسبة لسعره مناسب جدا، واعتقد هذا منتج منافس جدا للبري هيترات الموجودة بالسوق. يعني انت مثلا ما تاخذ كاوية ابرية لوحدها وتاخذ بري هيتر لوحده، هنا اليوم سووا لك اثنين في واحد. طبعا هذا المنتج موجود عند انوار ابل. اخواني اكو فشي مميز لاحظته بهاي الكاوية الابرية او البري هيتر. هذا البري هيتر لما يتصل بالستيشن الخاص بها مخلي لك وصلة للهولدر الخاص بالكاوية الابرية منفرد. هاي المساحة اذا تلاحظونها، هاي المساحة تنطح حرية العمل هنا، يعني عكس الكاويات الابرية الموجودة في الاسواق. هذا الهولدر هو اللي يغذي الكاوية الابرية، يعني هذا الكاوية الابرية تجي منفصلة تتصل بالهولدر نفسه، وتقدر انت بالكاوية الابرية نفسها تتصل بالستيشن الخاص بها. فهذا الشيء جدا مميز لاحظته بهاي الكاوية، ما موجود باقي الكاويات. تحياتي لكم.